الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وجع سعاده الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب. انا امل ودي قناتي. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت بسرعه تنزلي تشرفيني وتنوريني تشتركي في القناه، لاني شرف ليا وجودك معايا. وما تنسيش تفعلي لي زرار الجرس من الكل، وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوه دي. يوم جديد وروتين جديد، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدا الروتين كالعاده ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى كده بقى شمري لي انتوا هي ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. يوم حلو كده وخفيف لطيف، يوم اشتريات الاسبوع من الخضار والفاكهه وكده يا بنات. زي ما انتم شايفين لحمه وسمك. طبعا اللحمه عندنا بقت رسمي 200 جنيه الكيلو، بقى ب 200 جنيه. فاحنا ايه كل اسبوع كده بنجيب نص، تمام، لان بنحب ناكلها طازه، تمام. والسمك برضو هنعمله النهارده، بس هيبقى في فورتين تاني. ده سمك للقليه وكده، هنقليه وكده هنضيفه مع بعض برضو، بس في فيديو تاني مش الفيديو ده. وكانت الخضار بقى زي ما انتوا شايفين، دي الحاجات اللي كانت ناقصه عندي، لاني كان عندي حاجات، يعني في حاجات ما هتلاقوني مش جايباها، هي كانت عندي. كان عندي الخيار، وكان عندي ليمون، وكان عندي حاجات بسم الله ما شاء الله تبارك الله من السوق اللي قبله. فانا بجيب بشوف الحاجات اللي ناقصه عندي وبجيبها. احنا نشوف الحاجات اللي ناقصه عندنا ونجيبها يا بنات، مش على طول نجيب نحط الحاجه فوق بعضها. ما عادش زمنه ان احنا نرمي حاجه والله العظيم. عايزين نحافظ كده، وربنا يكون معانا كلنا يا رب، وارحمنا من الغلاء ده، لان حاجه ما عادتش سهله ابدا. يعني البطاطس غاليه، الكيلو بطاطس بقى ب10، والكيلو ونص ب10، يعني على حسب. كمان الحاجة غالية جدا، اللحمة بقت ب200 جنيه زي ما قلت لكم. وكمان السمك غالي، السمك الكيلو ب40 جنيه المتوسط اللي هو للقلية، وكمان ينفع شوية، بس والله العظيم ينفع يبقى مشوي. يعني الحاجة غالية قوي والأسعار طالعة قوي، وربنا يرحمنا كلنا، اللهم أمين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، دي بطاطس وموز برضو. طبعا موز برضو غالي، يعني الاسعار والله العظيم مرتفعة جدا، يعني الحاجة كلها مرتفعة. يعني عشان تجيبي موز تقريبا لازم 30 جنيه 25 جنيه عشان تعرفي تجيبي كمية بس كده، لو انتوا عيلة بقى او كده. فربنا يكون معنا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين، وارحمنا ويعدي الايام الجاية دي كلها على خير، واسترنا بستره، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده برضو اليوسفي يعني، وكمان البرتقال ده بصوا عسل نحل كده يا بنات. يعني ده تقريبا البلدي تقريبا، والله العظيم بيتاكل كده عسل بجد، حلو قوي. وكتروا منه الايام دي، لان احنا في الشتاء بقى وعايزين ايه المناعه بتاعتنا، لان المناعه بتاعتنا نزلت خالص، عايزين نرفعها كده بالحاجات الجميله دي. الفاكهه الطبيعيه مش شرط تعصريها وتحط عليها سكر، ممكن تعصريها كده في العصاره العاديه يعني، وتشربيه طبيعي، يعني جميل جدا ومفيد. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده انا عامله دي الموز، طبعا بتحافظ عليها يا بنات. وزي ما وريتها لكم في كان اخر صابع، يعني اخر صابع موز عندي، كان شايفينه عامل ازاي، لسه محتفظ بحلاوته، يعني لسه محتفظ بشكله، يعني مش بترى كده ولا بعمل، لا والله الحاجه بتبقى جميله. فانا بجد ما بحط الشنط يعني الكيسه دي فوق كده بتبقى حلوه، فوق الموز كده من فوق بتبقى حلوه والله يا بنات. يعني جربوها كده، وانا شفتها والله في فيديو، بس ما كانش ناس مصريه، كانت ناس اجانب وكده. فكانت واحده عملتها، بس كانت عاملاها بالاسترتش راب تقريبا، او مش فاكره اسمه ايه، بس هو الاسترتش يعني اللي بنغطي بيه الاكل وكده، تمام. جيت هنا برضو نظمت كده، عملت طبق الفاكهه. ده طبق الفاكهه الازرق ده احنا بناكل بقى على طول، بحضر منه الفاكهه وده، والابيض ده بقى بحطه بقى كده في جنب يعني فوق الثلاجه او كده، وبظبط برضو يعني بظبط فيه الحاجه. طبعا انا خفت الصراحه اما حطيت الحاجه على بعضها، لان اليوسفي وكمان بسم الله الرحمن الرحيم، اليوسفي والبرتقال
بجد يا بنات والله العظيم انا ما اعرف بيضربوا ليه. حد يقول لي يا جماعه هما في إيه؟ ايه؟ انا سمعت من حد ان هما بيقول دي بتبقى هرمانه، بس والله العظيم يعني لو كل حاجه متهرمنه كده يعني ربنا ينجدنا من اللي احنا فيه. إيه طبعا خفت الصراحه، فحطيت ده لوحده وحطيت ده لوحده كده، وحطيت الموز، قسمت الموز برضو وحطيته كده زي ما انتوا شايفين. يعني حبيت انظم الحاجه. طبعا هتقولوا انت حطاه على 3 حاجات. ايوه ده مشكل كده موز على، يعني الازرق ده طبق الفاكهه ده مشكل كده موز على السوفاندي على برتقان. تمام. طبعا كان عندي تفاح في التلاجة وكده، وكان عندي كيوي كمان، فده حاجات يعني دي حاجات كانت عندي، فاللي هي الحاجات التفاح والحاجات، فقلت يعني ايه نشتري بس الحاجات الناقصة كده. طبعا البصل، والبصل غلى يعني العربية بتمشي كيلو 3 كيلو ب20، يعني كيلو ونص ب10، فقلنا نجيبه من السوق بدنية مساوية بعضها كده، فنجيبه من السوق لحد ما يرخص بقى وكده. فجايبينه برضو، جايبين 3 كيلو دول ب20 جنيه. وهنا برضو ده الفول بقى، الفول وجماله يا جماعة، الفول الأخضر بقى وحلاوته وجماله كده. جبناه برضو كده نعمله ايه مع اللحمة، بيبقى حلو. اللحمة بتحب البسلة وبتحب الحاجات الجميلة دي، الفول الأخضر والحاجات دي ما بتتاكل طازة بتبقى حلوة. وكمان ممكن تخزني الوقت لرمضان يعني كيسين على قدك، يعني ممكن تعملي كيسين كده تخزنيهم. يعني نحاول نعمل حاجة على قدنا يا بنات، ويعني فاضل معاكي اي حاجة 20 جنيه، اي حاجة من السوق يعني تحاولي تنظمي بيها نفسك كده، وتعملي يعني تحطها، تجيبي حاجة وتحطها، تحطها في الفريزر لرمضان، اي حاجة هتساعد معاكي يعني في الايام. وبإذن الله ربنا يرزقنا جميعا، ويرزق كل واحد برزق اولاده وبرزق بيته، اللهم امين يا رب العالمين، ما يحكوش لحد. زي ما انتوا شايفين كده دي طماطم وسبانخ. طبعا انا بعشق السبانخ يا جماعه، وبعملها بطريقه تحفه جميله جدا. والطماطم طبعا كان عندي طماطم قبلها، فقلت ايه هاخد اعملها صلصه بقى، اكسب كده اعملها صلصه وبرده اعملها معاكم كمان. هنا برده هحط الطماطم، وهنا كانت الشبت والكزبره والسبانخ، هحطهم برده في شنطه كده احافظ عليهم لحد ما اعملهم باذن الله. طبعا انت مش محتاجه لو اقول لك، لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا تبخليش على اموله باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس من الكل. ان طبعا يعني لازم تحطي لي اللايك، يعني اللايك مش بفلوس، اللايك ببلاش، عايزين كده نتشجع عشان الايام الجايه نعمل لكم بصوا فيديوهات بوم بمعنى اصح، عايزين نعمل فيديوهات جميله جدا مع بعض الايام الجايه. فشجعوني كده عشان ايه يعني، اللهم لا حسد، انا بنزل لكم فيديوهات يعني تعتبر يوميا، فيعني عايزين باذن الله المطبخ. يعني انا مش هعمل معاكم بقيت يعني الروتين الجاي باذن الله، وهحاول ان انا ما اقعدش اعمل روتينات كده، نعمل بقى ايه الرغاوي، نعمل تنظيف عميق للمطبخ كده ونخليه شكله حلو قبل رمضان. طبعا انا عارفه ان لسه بدري، بس انا بجد عايزه انظمه كده واعمله حاجه حاجه، ونحاول بقى كل مره كده اشتري حاجه عشان اخلي المطبخ يبقى شكله حلو باذن الله وبامر الله. يعني هنا برضو حبيت اوريكم كان البنجر، وطبعا قيمة غذائية فظيعة. اعملها السلطة، حطي في الطماطم، يعني انا حطيته في الطماطم، برضو هتشوفوا الفيديو الجاي باذن الله. هنا كنت خلصت كل السوق كده زي ما انتم شايفين، والحاجات اللي قلت لكم سعرها، يعني الطماطم برضو يا بنات كانت تقريبا 1.5 كيلو زي البصل بالظبط. تمام. احنا عارفين ان الاسعار مولعه وكده، فنحاول بس ان احنا ربنا بس ايه يعني ربنا يعيننا، طبعا كلنا يعيننا كلنا ويعين كل واحد على حاله. نحاول نشوف الحاجه، فاض معاكي 10 جنيه 20 جنيه، هاتي حاجه وحطها في الفريزر عندك، هتنفعك والله في يوم تاني. تمام. هاتي طماطم، هاتي اي حاجه. بص الحاجات الاحسن، الحاجات دي مش هننفع، يعني البطاطس لا غنى عنها، الطماطم لا غنى عنها، البصل لا غنى عنه، ممكن طبخه تقف بسبب البصل. فعايزين كده ايه نكون ستات بيوت شاطرين، ونعمل يعني حاجه يعني لقدام شويه، يعني ان انت ما تحتاجيش لحد باذن الله، وربنا ما يحوجناش لحد خالص. هنا برضو زي ما انتم شايفين كانت الفاكهه برضو زي ما انا حطاها كده منظمه، حتى اليوسفي لوحده وكمان البرتقال والموز لوحده. جيت هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ده درج البصل، كنت طبعا عامله معاك التربو ومظبطاه، وطبعا حاطه العلب دي كانت علب الكحك والبسكوت. بصوا يا بنات انا منظماه
كده. فروحت هنا نظفت العلبة واحط البصل فيها زي ما انتوا شايفين كده، وحاطه برضو من تحت كده في يعني في الدرج من تحت، حاطه برضو كرتونة كده يعني عايز بصوا مخلية التربو بتاعي منظم وشكله حلو، وحاجة كده تفتح النفس ان انت مش تفتحي تلاقي حاجة وحشة، لا انا عاملاها حاجة كده تفتح النفس. فبجد دي حاجة حلوة، يعني ان انت تنظم الحاجة فحد ذاتها حاجة حلوة. يعني نكون كده مع بعض ايه كويسين، ونخلي الحاجة كده تحافظ على الحاجة وبإذن الله. وشايفينه ببرق ازاي؟ بصوا والله العظيم انا بحب الحاجة تكون نظيفة، وبعمل حاجة يعني الحمد لله ربنا يعيننا كلنا. وانا عارفة ان انتوا ستات بيوت واشطر مني، فما بتعملي حاجة وبتتعبي فيها عايزها تفضل معاكي كويس. اهم حاجة لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخليش على امل بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس من الكل كده. وزي ما انتوا شايفين كده كنت بوريكم برضو العلبتين حاطه فيهم البصل، العلبتين هنا حطيت فيهم البصل زي ما انتوا شايفين، عملتهم اعاده تدوير يعني وكده. فدي حاجه كويسه في حد ذاتها يعني ان انت تعملي الحاجه كده اعاده تدوير. ويعني هنا اقدر اقول لكم والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.